بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامنا أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها، اللهم آمين. إخوة الإيمان، بمناسبة اليوم الوطني للمساجد، لأن في هذا الأسبوع يحل بنا اليوم الوطني للمساجد، وتزامنا مع هذا اليوم أردت أن أقف اليوم إن شاء الله تعالى وقفة تذكيرية. أبعث من خلال هذه الوقفة رسالة إلى كل من يتهاون في حرمة المساجد. ولماذا هذا الكلام أحبتي في الله؟ لأنه ظهر في الآونة الأخيرة وبرز على السطح وظهر عيانا جهارا نهارا، طائفة من الناس ربما عن حسن نية أو عن خبث طوية، أناس إما منهم من يتهجم على المساجد، ومنهم من يستغل المساجد، ومنهم من يضيقون على الناس في المساجد، ومنهم من ينتهكون حرمات المساجد. وهذه الطوائف هي في الحقيقة تصب في مصب واحد، ألا وهو انتهاك حرمة المساجد. لماذا أيها الأحبة في الله؟ في اليوم الذي تكرم فيه دور، وفي اليوم الذي تعظم فيه دور، وفي اليوم الذي تحترم فيه دور، تنتهك فيه حرمات بيوت الله جل في علاه. أيها الأحبة الأفاضل، من خلال هذا الذي ترونه أكثر مما أرى، وقد شاع هذا وذاع سواء في على صحف الجرائد والمجلات أو في المواقع الإلكترونية أو على شاشات الفضائحيات، ولا أسميها فضائيات لأنها هي معاول هدم في هذا الدين. أردت أن أذكر نفسي أحبتي في الله، وأذكركم بحرمة هذه المساجد وبحرمة هذه البيوت. لا أبتغي من وراء هذا اتهاما لأحد، ولكني أبتغي من وراء هذا الكلام إيقاظ الهمم والتحذير، لأنني أنزه نفسي وأنزهكم أحبتي
وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وهذا تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أفراد الأمة حتى لا يكون هذا الكلام مقتصرا على من يرقى المنبر وحسب، وإنما نحن أيها الأحبة في الله مأمورون بأن نغير المنكر كل على حسب قدرته وطاقته وكل على حسب موقعه ومسؤوليته. أحبتي في الله، إن مما ينبغي أن يعلم أن الأعين قد فتحت والأفواه قد فتحت والخطط قد أجريت لهدم هذه البيوت. فيحسن غد السن وغنفر الشمسخور على أنه للمخططات سواء من بني صهيون أو من أذنابهم في مشارق الأرض ومغاربها، حتى ممن يدعون الإسلام، وهذا واقع معاد ولا داعي لأن نستر الشمس بالغربان. هناك مخططات إما لهدم هذه البيوت وإما لإيقاف هذه الأصوات التي تخرج من هذه البيوت وإما لإضعاف تأثير هذه البيوت. لماذا؟ والمخطط واضح لإبقاء الأمة غارقة في زباتها، والمخطط واضح لإسكات هذا المارد الذي يسمى أمة الإسلام، لأن هذا المارد إذا استيقظ دارت الدوائر على أمم الشرك والكفر، فهم يخافون ويرتعدون حتى في فرشهم من زيت قذن تقول أن المسجد غسل شر الدور، لأنه وذن وغيس من الأمة إلا المسجد، ونهار نمي اتوحر المسجد في دوره تولم الأمة ما نفيه تابدش، حتى أنه نهار قوز كل دولة أغيس كن دويلات دي كل دولة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا، اللهم آمين. اللهم جنبنا هذا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، اللهم آمين. فرقوا السودان ومخططهم لتفريق سوريا قائم، ويريدون أن يفرقوا مصر، واللائحة طويلة، ولكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأحبتي في الله، أريد أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى أن دور المساجد دور مهم، سواء في وحدة الأمة أو وحدة الصف أو وحدة الكلمة أو إيقاظ الناس من سباتهم وغفلاتهم أو نشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاربة الفساد والإفساد. كل هذا يشع من هذه المنارة، وكل هذا نور من النور الذي قال عنه الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. أين يوجد هذا النور؟ نور من جاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأول ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، أول من جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نبي توجه المدينة لكبر ابن المسجد، نبي حق المدينة ابن المسجد. من ابن المسجد؟ لأن ليس يجمع الأوس والخزرج زمزوع، تغين طائفتين، تغين نخبات متناطحتين تلفن الحروب سنوات عديدة. يجمع النبي صلى الله عليه وسلم جارس واسم الأنصار، ثم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم جار الأنصار المهاجرين، فكون أمة ذات استقرار، كون أمة يخاف منها كسرى ويخاف منها قيصر ويشع نورها في مشارق الأرض ومغاربها. من أين جاء
الجمعيات خسر خير خسر خير واحد ولاش غير السفن وغير الناس في تعود غير السفن المسجد ولاش غير السفن وغير حتى الجنه المسجد ولغير السفن وغير احمد يوجد الناس المسجد ولغير السفن وغير كنت ونهرش المسجد ولغير السفن وغير عون الضعيف للفقير المسجد واجبوا المهرجان واجبوا السلسلة الصحيحة المسجد بيت كل تقي المسجد بيت كل تقي والمؤمن التقي مثل ما للمسجد أخرج للجنة وفعل مثير في جنة ولكن جنة في الأرض أما المنافق إدغم للمسجد أخرج قم لهجمة أخرج قم حيز الرحمن والعياذ بالله لذلك أحبتي في الله أثرت أن أذكركم وأذكر نفسي بحرمة هذا المسجد لأنه يتصني شرمس دودان كم غزاجة للجماعات كم غحطان جمعات التصني بسن شن واسي وروحين يستوان دي تلفزيونات ديني إيتو حساب من خمسة حسونة خمسة قدبا عن نهيه الدمن هذا سنديوار بميت غرهن هذا سنديوار بميت غرهن ولكن مش سوى الخفي الخوم أحبتي في الله سواء حال غشي نحطة الجمعة للجماعات إذا تسرغى المسجد خمسة يوان للنهار هل من حرمة لهذا المسجد؟ المسجد هو يتمس من إعلان أغوال السنجاة فقد تدهن سيد ربي والناس تتخنجا قد تصدق إذا تدهن سيد ربي والناس غازل يذبن أقدم وجيبا سيد ربي والناس خاسي السيوة المسرخاء قد يستوى المسرخاء فتدهن سيد ربي والناس غازل يشيئ عن سرخاء هيتشيا خدها سي ربي قلني إتغي حارباً هيتحارب الله تعالى بها دهنس قلني غيسي وضم حوانس هيستطور رخوة خدها سي ربي قلني إحسن هديه ذنب هيتو هدها سي ربي قلني إحسن أريد فيك الفساد هيتك الفساد هدها سي ربي شاك كل الجنة بيخزاح نس ما محله من المعرض كل الجنة بيخزاح نس ويتحارب تهسي ربي وتعظيمها من تعظيم حرمات الله قال الملك جل في علاه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن تعظيم هذه المساجد أو من تعظيم الله عز وجل تعظيم هذه المساجد لأنها من شعائر الإسلام وربنا جل في علاه يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما عظم الله عز وجل حق التعظيم من حفر لبيوت الله وما عظم الله عز وجل حق التعظيم من دنس بيوت الله وما عظم الله حق التعظيم من أفسد بيوت الله وما عظم الله عز وجل حق التعظيم من انتهك حرمات المساجد أحبتي في الله رب سبحانه وتعالى لعظم قدر هذه المساجد اتوعد الانتخاب رب سبحانه وتعالى بشلم غسفين اللي نخدم تمزيله وعلاه ان الديع انتهت الحرمة المسجد يجيه انصدار بمرة من الدواع عباد الله ويتوعد رب سبحانه وتعالى قال رب جل في علاه ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها وإن شوى خربها من لأن مشديد خهم زيادة خرب ويسمع السن إلى الرواد بالمسجد لأن احتان بالمسجد الحايم وعلى سيزمع ولكن منتك وسعى في خرابها أبي رحبك تزديها ثم حدث تردها ثم دحليها ثم دحليها يسعى في خراب بيوت الله وسعى في خرابها أولاً
من سيدة ربيع إني وقت التمثيلة إلا بهني تعجيج المرة أنا في التمثيلة مش تنف نتثني هني تعجيج الخائفين من ألف من ألف تستني سرج تيك بادر باش واحد السنني وذنبي على والدها من ألف من ألف تستني سرج تحت الفائد مفورة وعنوبينا مين يكسني لي وأول والدها ذلة ما بعدها ذلة هوان ما بعده هوان من السيون الغف سعى في خراب بيت الله جل في علا وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحبتي في الله زي المسائل تنتهي الحرمة المسجد زي المسائل تحسب من الشوق دي المسجد الكلام في أمور الدنيا زي المسائل حينها النبي صلى الله عليه وسلم منافية ومعارضة لتعظيم هذه المساجد وللتأدب مع هذه المساجد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم خبث من الدنيا خبث من المسجد واستورث خذ أمور الدنيا واستورث خذ أمور ولا للقصة ولا للبيت ولا للإمارات ولا للبيع والشراء ولا للغيبة ولا للنميمة. وهذه فضيحة قد طفت على سطح الأرض من هذا الذيول القيم للمسجد ويمكن تبني 60 70 80 سنة لغا 20 30 40 الدنيا يزدو زيادة وقال الأوامر من النبي وسيدنا وزيادة وقال ويزدوها من غير من المقيم ذي المسجد يستوى ذي الأمور الدنيا جاء الأذان للإقامة كامل بارا يعدون وقت الصلاة عادوا وقت الصلاة يمكن أشتاد المصور المسجد ما هو يوم النبي صلى الله عليه وسلم تغادي الجيش ليس الجيوش تغادي الديسوران تغا ولكن دي الفترة من خصوصا الفترة من جاء الأذان للإقامة وش تصير اثنين السوار ديها اثنين السوار ديها اثنين السوار ديها خصوصا غرفجة خصوصا غرفجة وغزلك مكة غسل ومولي ومع ذلك لم تسلم من هذه الدسائس وما تسلم من هذه الطباع أبقي من غرفة تصبح بفوسوة ولكن من دي السوار جبت فرام جبت فرام سور دي الخير سور دي القدم سور دي الجناء سور دي الجناء سور دي الجناء سور دي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحب الأفاضل في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان يتعاون النبي صلى الله عليه وسلم قارنة من علامة الساعة الثالثة أدير في آخر الزمان قوم شيوذا يجلسون في المساجد حلقا حلقا تغيما دي المسجد واحد تغيما كنين كنين تلاتة تلاتة عام خمسة خمسة ما شمين تكد إن النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم الدنيا كسب الدنيا واحد يوسف غد مسجد يمكن يوسف الخسر يدهوها يوسف ياول تستعوها تنمز الدنيا إمامهم الدنيا يستاذي سنوزة للمسجد يستوخ دنيا للمسجد يستوخ دخ موحش حتى للمسجد يستوخ جزيئة ويفرانيد العمارة ويفرانيد البيلة ويفرانيد للمناصب للكهاسي للمسجد إمامهم الدنيا. سمعنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فلا تجالسوه إن وقت غيمة إن وقت متعشى إن وقت نمزل سنقع فلا تجالسوهم ما يمي يا سيد يا رسول الله إنما فإنه ليس لله فيهم حاجة سيدة ربي خيني واحد يحليش وغلط سيدة ربي سيدة الدول إن سيدة ربي واحد يحلي واحد اسم قيمة شاء وقد أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمور دنياهم. إن الناس أصبح هذا الوقت خيم سرمن أتفهم السوار نهزيلة وينسل السوار في الأمور الدنيا أريد النهار خطبات يعني في المنابر من يتناقش الخطبة يتناقش العدوة تنسى كليودا أمور الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله أمور دنياهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوهم. ثم أحبتي في الله حتى لا أطيل عليكم الكلام في أمور الدنيا ممنوع ونشي تسلح الحق نادم تسلح يسمو اختار قصر من المسجد يشو مش خيمو ذا هذا سكاش من جنة سيني معز الحاج نادم سيني فران الله يجزيك بخير قابلة هي أحسن ولكن الله ما رأينا من تقول ما رأينا من سوال المدينة ذي شو خبيش ما رأينا من سوال المدينة ذي شو خبيش ما رأينا من سوال المدينة ذي شو خبيش ما رأينا من سوال المدينة ذي شو خبيش
ماشي مالا يوسف صغار كازيب ماشي مالا يجي تجرش من تكفى هي خليني باع لو تني تدعمس ولكن تدعمس يا رب الله تدعمس يا رب وخاس يدفع حد تدعمس يا رب وني خاس يدفع واحد تدعمس يا رب وني خاس يدفع مين اسي روحا تدعمس يا رب وني خاس يدفع اسي تيوي تسجي في نسان يسخى ما لقين غير ما تسخى ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أحب الأفاضل زمخين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر خرقا لحرمة الله عليه وسلم أن فرز المسجد وعن الأذان وعن الأذان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بلا المريض فر أو عن التدين زي المسجد إلا ما لشان العذر قاهم إلا ما لشان العذر ضب قرر حسين غاسنا نسيز الزلميش قدر كاويف بسطيطان لشان العذر أزيسي إبولا أزيسي القرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يستطيع أن يتعذر به ويعتذر به بين يدي الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي الشعداء قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في المسجد إن شعب الشعداء تغنق مثل أبو هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر يفضي الجن بعد ما يدن العصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم إن سب أبو هريرة رضي الله عنه أردت ولم وليتي فغل جان أذن الإخامة و إن سب وليتي عصى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يحسن في المعصية ويعصى النبي صلى الله عليه وسلم شحال من تاريخ كبير وسيدنا رزق صونا تليفون هذيك كان اللي فوق احد السيوف ومن بعد تليفون سبحان الله سبحان الله ترغب عن الله وعن الوقوف بين يدي الله وعن حضور ملائكة الرحمن لهذا المجلس سير هذا التليفون مين شايوقع عن كاميرا والسيوف اللي تليفون هذا الشيء الدري غامض وذي الرحام هذا الشيء غاقل الاكروان بالله عليك شتوا لي خير خزاع ليس نتصموا هذه لما تلامس كستير موعظة للمسجد هذا سيسونا تليفون هذه كارا دي فوق هذه السيوة للمسجد نرجع الألم ليقنا سيسونا تليفون هذه كارا دي السيوة اللي ما تحن الغيزون هذه مخالفة ما بعدها مخالفة وهذه هذا انتهاك لحرمة المسجد بالله عليك ملك وخقين للجن المسؤول كل عام جن الوزير جن الوالي جن القريب جن الرجع خذ كيس يسونا يرجو تليفونات كارا دي السيوة بعد غاز دول ذلك لشيء جاتي ولكن ولله المشتكى نزول نتقدر الأشخاص أكثر مما نقدر الله عز وجل ونحترم الأشخاص أذن مثل أثنش وشارف نشنت الشاوي كثار زي من احترام شعائر رب سبحانه وتعالى في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن أبي الشعثاء أيضا قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن للدن فقام رجل من المسجد يكع يجن يمشي فأتبعه أبو هريرة وصرح استفارس أبو هريرة في التوينس حتى خرج من المسجد رمي فوق فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم والحادة لا يزيد تنبخ الأحكام النساء شقائق الرجال يا يزيد تنغالن للأحكام للشتم وللغرفة لذلك أحبتي في الله روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة قال خرج رجل بعدما أذن المؤذن أبو هريرة يمشي فغير الشمس قيد المؤذن وشينا أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم وقع عصى النبي صلى الله عليه وسلم مهمه تتم الحديث إن أمرنا أبو هريرة قال هذا ومدقة يبدو كسرقين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي حق شميم أبو هريرة قد عصى أبا القاسم ما يمد إن النبي يمر إن أبو هريرة يمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خمغني للمسجد وشيد وانت فوق زي المسجد حمام الزوج لذلك روى الإمام الهيثمي في المجمع وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من القويت فوق زي المسجد يجروان الأذان وشوادي يدير كل شيء ويفر إلا لحاجة يقنع صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة ويكفر
إلا لحاجة إلا منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسوح جنر تليفون وهنر نر 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 ويتفشع يكسر حالي قرودو ما دي نور أرضي راح معني هوالو شان حاجة ضرورية أرضي راح معني هوالو ولكن أضيف مغامي وهاب لأن إذا رسلني تكم درس يعني شوي تواني التدين عشان شو كي يوقع هذا قد عصى أبا القاسم كيف محل السيون التليفون عصى أبا القاسم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما القوايد تلبس الأشياء إلا يجد المنافق نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النفاق ظاهره وباطنه اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد أحبتي في الله زهم سرين يتوحسن انتهاك لحرمة المسجد زي بسرية وانه يتخيك وانه يتقابوثا زي لو يتقابو المسجد من تعنام رفع الصوت في المسجد رفع الصوت في المسجد لما لسوا على المجانس ذي المسجد نهار مروا من ويزمان لسوا على المجانس ذات في السوع جد المسجد نهار مروا من ويزمان لسوا على المجانس ذيكم السياريان وشوهم شنونير لسوا جد المسجد من ميل أن التمزيد يخفر ولا حول ولا قوة إلا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة النبي صلى الله عليه وسلم توقف معتكف تمزيدا يتسري الصحابة قال القرآن وجسوا للدنيا أقان القرآن وجيش كن قيويا أقان القرآن وجيش كن قيويا قان القرآن الجن السوع جخو مغني ما رأيت أن قان القرآن ولكن الجن سنتو على الجن السوع جخو مغني يا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوقت السوع الصحابة إن سألا إن كلكم مناجم ربه كل الجن سوى ما قيس سوى لكن سيدا ربيع فلا يؤذين بعضكم بعضا ويتهدف ويجن مغني وتشوش تشجن مغني ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة فما نستوى المكسيرة غاث القرآن قولنو والسوع جد وذن الجاقة يجن تشوش خون مغني يجن يأذى مغني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد روى الحديث أبو داود بسند صحيح يا فعل كيش الرواية المغرية يا فعل الوقت إن سألا إن كلكم مناجم ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة ذا القرآن نغتك الدعاء نغتسبح نغتستغفاري نير 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 والسعجة والسوتش مش وخيه مش ولا العبادة قال أهل العلم فما بالكم سكين يافع كل الشمس أمنوها ما بالكم سيودان يجي من غنده مزينة ما بالكم سيودان ومن غير رفقه تقنجمع قال لسيني ما يمقنجمع سجل ما يمقنجمع مين شي روحا مين شي روحا ما ردوا للفقهاء ما رد فهم ما رد الأصوليين من نبي نظر إنما جمعنا الإمام ليعتم به رفقه الجدى ليسوا على مدى ساعة تنية إنما جمع أجمع سمعنا وأطعنا سافر برز يا نفهم بريها الإخوار أنبدا من السعى ونصرين ونفغنز المساجد فغن فغن فغنز المساجد يقال يجمع أجمع الإمام السعى تبيشة يسخل يفضل ولا حول ولا قوة إلا بالله هنا أخلاق المسلمين بها تعصي ضربه وإذما الذي يجمل يرحالا نوجيوها يرحالا نوجيو إذما شين الجن الذي يجمل بها ده شين الجن ولا سيزمع فما بالكم بنظمة إذا نوجي غصي ربيع وإذن يعيق الله تعالى ولا الحرمة المسجد ولا قدم نوجي غصي ربيع ولا وزيكا شين الجن نهائيا لذلك أحبتي في الله قال أهل العلم هذا النهي عند رفع أصواتهم بالذكر والقرآن فكيف إذا كان بكلام فيه ما فيه من الحرمة والتشويش أحب الأفاضل آخر ما أختم به وهذا غيظ من فيض وقطرة من بحر
باش وقت طويل غطس وإلا أنت الكلام يطول. آخر ما أختم به زميت وأحسب أنه خرق لتعظيم حرمة المسجد وانتهاك له مخين عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وابن ماجه بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رسل شيء من جنة مزيدة يقرأوا ما قيوا الطائم نلقوا شاني موتوا نلقوا شاني توموي نلقوا الطائم يتشن حشد نيق 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 يعني ماس أبواش ديان ما يمي النبي صلى الله عليه وسلم ينرى في مزيدة ونوات وابنين شيء ما نويا نشي نزار يسر من نهاري في قربوك قعوة جديد مسجد واحد في قربوك نشدان الضالة بالدار السبيل في الدار الشحط المغرب ذي المسجد دخل لا هذه الغبارة المسجد يمكن أسر المصور ذي المسجد دخل لا النبي صلى الله عليه وسلم إن كما عند الترمذي بسند صحيح إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ربها الله عليك وقال ليس تومتي نهار يودن وانا سنديتي سدو زوج من الجنس الا له مزيده استواف شان حاشد استواف وزول خاصيه في المسجد واخا ولكن ادي ستة بيوزو لا كذلك مخين هنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاره ديال المسجد نهار يودن زوزان تمو بين المسجد زوزان تمو ديال المسجد زوزان تليفونات ديال المسجد ها خطب مسجاش انايا وياك سبحان الله. لذلك أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم إن المرض سنمشي نجني في التجارة في المسجد إن يصار بوا وشاهد وش سابع من التجارة إن شو خابح في التجارة وسنمشي نجني يوزو خشن حشر إن يسلى رده الله عليك زي الأمور العظام في مقرنين الحمد لله هالشي مغانا جيتش وركيشن وترامة زرعة خميني تبتا شيء من الجن تقرر بوقي بزيلة قيم موت نهارا فران وايفراني وهذه من أعمال الجاهلية ما أنزل الله بها من سلطان ومخالف لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعظمون قدر المسجد وممن يحترمون المسجد وممن ينافحون عن المساجد وممن لا يرضون بالدنية في المساجد تصير أبوان كي نزقيني في الشنفس في المساجد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا وكينا ما أهمنا لما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قبل أن تختم إن شاء الله تعالى الدعاء المجلس العلمي المحلي للنظور راس النهار يجنى اللقاء بمسجد معالي الشيخ بمناسبة اليوم الوطني للمساجد يجنى الأنشطة إن شاء الله تعالى فتتان سيوم إن شاء الله تعالى مرة من زمان الإحضاء أو إحضاء إن شاء الله تعالى تكريما للمساجد وتكريما لأهل المساجد وتكريما لمن يحب المساجد أحضر إن شاء الله تعالى من زمان وأتوا بمشان الحش تنقرا فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه السداد والرشاد والهدى والتقى والصلاح إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضهم عن الخلفاء الراشدين ذوي الخلد العلو والفخر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومحشورنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير المأمول أمير المؤمنين ملك محمد بن السادس. اللهم أرنا حق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بدلا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تغض على الطغاة والجبابرة اجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.
اللهم من ولي امرا في هذه البلاد، اللهم استعملنا واياهم في طاعتك، اللهم استعملنا واياهم في طاعتك، اللهم يا رب اجعلنا واياهم مفاتيح للخير مغاربه للشر، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويهدى فيها اهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم من اراد اسلامنا وبلدنا ومساجدنا بخير فوفقه اليه، ومن اراد اسلامنا وبلدنا ومساجدنا بشر فاجعل تدبيره تدبيره. اللهم من ارادنا في مساجدنا وخصوصا في هذا المسجد بشر فاللهم اجعل تدبيره تدبيره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم لا تحقق له مراده، اللهم اجعله لمن خلفه ايه، اللهم لا تعلي له رايه، اللهم اجعله لمن خلفه ايه، اللهم اجعله لمن خلفه ايه، اللهم اجعله لمن خلفه ايه، اللهم ارزقه في الدنيا خزي وفي الاخره عذاب عظيم، اللهم اجعله من الخائفين في المساجد، اللهم يا رب كل من اراد هذه المساجد بسوء فاجعل تدبيره تدبيره، ورد كيده في نحره، اللهم انا نعوذ بك من شر الاشرار وكيد الفجار ومن الذين يمكرون بنا بالليل والنهار، اللهم احفظنا لمكر الماكرين، اللهم احفظنا من مكر الماكرين، اللهم احفظنا من كيد الفجار ومكر الماكرين ومن الذين يمكرون بنا بالليل والنهار، يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين، اللهم احفظنا في بلدنا هذا واجعله سخاء رخاء امرا امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب ارزقنا يا رب الامن ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا الامن ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا الامن ظاهرا وباطنا، اللهم يا رب ارزقنا يا رب رؤية وجهك يوم نلقاك، وارزقنا يا رب لذة النظر إلى وجهك، واجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنة الفردوس الأعلى، هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا قدته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.